كان سلطانا لا يشبه باقي السلاطين، مولعا بالجهاد في سبيل الله، مغرما بإنهاء الوجود الصليبي في البلاد العربية والإسلامية، يخوض المعارك بنفسه، وهو عاقد النية على الظفر أو الاستشهاد في أرض المعركة. فتح مدينة من أعتى المدن في التاريخ، مدينة استعصت على صلاح الدين وعلى الظاهر بيبرس وعلى المنصور قلوان. شبهت هذه المدينة بالقسطنطينية لشدة مناعتها. كان هذا السلطان آخر بطل في قصة الحروب الصليبية الذي أفنى الصليبيين في المشرق العربي وقتل اغتيالا بسيف قطعه إربا إربا. فماذا تعرف عن السلطان الأشرف خليل بن قلوان؟ هذا الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو إن شاء الله. وقبل أن ننطلق أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا وحتى يصلك كل جديد. فقد جاء علينا، إننا القصد لنا الجهاد دينا، من غزا الشام فقد جاء علينا، إننا القصد لنا الجهاد دينا، مثنينا نقصم البغي نكر مثنينا، نصدر الرايات حمرا قد روينا، نصدر الرايات حمرا قد روينا، واضرب الأعداء فيها ودار نارا بها أو نصليا واتلاعها كنفسي واضرب الأعداء فيها. تعتبر فترة حكم الملك الأشرف خليل بن قلوان من الفترات الحاسمة في تاريخ المماليك خاصة وتاريخ الأمة الإسلامية عامة، حتى اعتبرت في نظر الكثير من المؤرخين بأنها مرحلة العصر الذهبي، إذ استطاع هذا القائد الفذ من تسطير أروع صور البطولة والفداء، وكان له دور مشرف في تاريخ أمتنا المجيدة وفي التصدي للوجود الصليبي الذي كان مخيم على بلاد الشام في وقت لم يستطع فيه قادة عظام الدولة من تحقيق ما حققه هذا البطل المغوار. هذا هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين ابن السلطان الملك المنصور قلوان، الذي جلس على عرش الملك يوم وفاة أبيه قلوان، وكان والده قلوان قد منحه السلطنة قبل وفاته، وجلس الأشرف على عرش الملك فور وفاة أبيه. هذا هو ثامن سلاطين المماليك البحرية في الشام ومصر. استفتح بداية عهده بالجهاد في سبيل الله، وذهب إلى عكا وقام بفتحها، وعمل على تحرير بلاد الشام كلها من الصليبيين، ثم تابع سيره نحو قلعة الروم وحاصرها 25 يوما، فدك حصونها دكا وقام بفتحها بعد ذلك، وهذا الذي سنفصل فيه بعد قليل. بداية الأشرف قلوان. إلى ميادين الفدا تقدم المغوار، يخوضها كفارس جواده الإعصار، كطارق يبدل الظلام بالأنوار، له البطولة حلت وصفقت. لقد ولد ونشأ السلطان الأشرف خليل بن قلوان في مصر، وهو من أصل تركي، وتولى السلطنة في عام 1288 بعد وفاة أبيه المنصور قلوان. تولى السلطنة في الوقت الذي كان فيه الصليبيون يسيطرون على كثير من بلاد المسلمين، وكان الهدف الذي يراود المسلمين آنذاك هو تحرير بيت المقدس والقضاء على الحملات الصليبية التي استهدفت مصر والقدس في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، حيث قامت معركة عين جالوت التي قضى فيها المماليك على جيش المغول، فكان والده الملك المنصور قلوان مجاهدا ضد الصليبيين، فسار الأشرف على سياسة والده، فنشأ في بيئة خصبة على الجهاد والعزة ولم يرضى بالذل، فقد استفتح ملكه بالجهاد، فاستطاع أن يقطف ثمرة جهاده بالقضاء نهائيا على الوجود الصليبي في بلاد الشام. كان الأشرف شجاعا مقداما مهيبا عالي الهمة يملأ العين ويرجف القلب، وكان ملوك المسلمين والصليبيين يخافونه على حد سواء، وكان الأشرف لا يعبأ بالتحرز على نفسه لشجاعته، فيخوض المعارك إما أن ينتصر وإما أن يقتل في ساحة الوغى. إضافة إلى ذلك كان كريما، ولم يوجد في فترة حكمه أي مظلمة.
حصار عكا أمنع المدن على المسلمين. إلى الجبهات يا أحرار شامي، جنودا قادة نحو الأمام، أعيد الشام من أيدي اللئام، ورد الحق من أهل الظلام. في عام 688 هجرياً حرر الملك المنصور قلاوون طرابلس من يد الصليبيين، ثم قرر في العام المقبل تحرير مدينة عكا التي كانت من بقايا مملكة بيت المقدس الصليبية، إلا أن فرحة سكانها الصليبيين لم تكتمل بسبب وفاته قبل أن يبدأ بالمسير نحوها. فرح الصليبيون بوفاة الملك المنصور قلاوون، وظنوا أنهم قد نجوا من سقوط هذه المدينة المنيعة، إلا أن الأشرف خليل أكمل المهام من بعد وفاة والده، حيث سار على سياسة أبيه تجاه الصليبيين والمغول والأرمن، فاتجهت نيته للمسير نحو عكا لفرض الحصار عليها وفتحها. وعندما وصلت الأخبار للصليبيين بنية الأشرف للخروج لمحاربتهم، حاولوا استرضاءه وثنيه عن عزمه، فأرسلوا إليه يطلبونه ويسألونه العفو عنهم، لكن السلطان الأشرف رفض ذلك الأمر، وبدأ الأشرف بإكمال الاستعدادات لمحاربة الصليبيين، حيث أصدر أوامره لقواته العسكرية ببلاد الشام بأخذ الحيطط والحذر، وأمر بتوفير وسائل النقل لحمل الأسلحة والآلات لحصار المدينة الحصينة. هذه المدينة التي عجز عنها كبار القادة والمسلمين عن فتحها، جاءها الآن رجل لن يموت حتى يجعل عاليها سافلها وحتى يدكها دكة. إنها الشام فأنذر ظالمينا، من غزاها دخل القبر يقينا. في عام 690 أخذ الملك الأشرف بالتجهيز للسفر إلى بلاد الشام وإتمام مهمة والده من فرض الحصار على مدينة عكا، حتى أنه أمر بتجهيز الجيوش وجميع العساكر، وجاء البريد إلى دمشق في بداية شهر ربيع الأول لتجهيز آلات الحصار ولتجهيز كافة الآلات والمعدات لدك هذه المدينة الشرسة، وأعلن الجهاد في سبيل الله إلى عكا. وفي نفس الوقت أجهز أهل عكا على تجار المسلمين فقتلوه وصادروا أموالهم، وجنت على نفسها براقش. قام المسلمون بوضع المجانيق على الجسور، وخرج الناس من عامة ومتطوعين بمنادات النخبة من فقهاء وصلحاء، وخرج العساكر بين يدي نائب الشام، وخرج الناس من كل حدب وصوب، واتجه الأشرف خليل من مصر قاصدا مدينة عكا. وصل الأشرف إلى أسوار عكا بعد مسيرة شهر تقريبا، وكان عدد معدات الحصار حوالي 92 منجنيقا. استغرق وضعها ونصبها 4 أيام متتالية، وزعها الأشرف على محيط المدينة الحصينة، وأقسم المجاهدون أنهم لا يعودوا حتى يفتحوا هذه المدينة، فلقد أحضروا معهم معدات وآلات حرب تكفي لفتح دول بكاملها، وأحضروها خصيصا لفتح هذه المدينة، لما استعصت عن صلاح الدين وبعده من القادة والعظماء، ولما استعصت عن المنصور قلاوون، فهم يعلمون تمام العلم واليقين أن هذه المدينة إن سقطت لم يبق للصليبيين مربط خيل في هذه البلاد الطاهرة، فعقدوا الأيمان وحلفوا أن يدكوا الصليبيين دكة. وأذكركم ببعض ما حدث في هذه المدينة من خيانة الصليبيين لصلاح الدين وقتل المسلمين وإبادتهم في هذه المدينة. خرج الأمير المسلم للمرة الثانية إلى الصليبيين وفاوضهم على تسليم البلد مقابل خروج من به من المسلمين بأموالهم وأنفسهم، وأن يدفع لهم فدية قدرها 200,000 دينار و500 أسير، فضلا عن إعادة صليب الصلبوط ودفع مبلغ من المال. وهذا الصليب كان المسلمون قد استولوا عليه في معركة حطين. قبل الصليبيون تلك الاتفاقية وحلفوا للأمير المسلم لسيف الدين المشطوب، فسلم لهم البلد دخلوه سلما. ولما دخل الصليبيون عكا نقضوا عهودهم كعاداتهم، وغدروا بمن فيه من المسلمين، واحتاطوا عليهم وعلى أموالهم وحبسوهم، متظاهرين بأنهم فعلوا ذلك حتى يصل إليهم ما اتفقوا عليه من الفدية والأسرى. والآن بعد أن اقترب الأشرف والمسلمون من عكا، بدأ الرعب يدب في قلوب الصليبيين، ثم تقدمت جموع من الفرنجة إلى مدينة عكا لمقاومة حصار المسلمين لها، حيث أيقن الفرنجة أن نهايتهم قد اقتربت. ورغم كل حشود الفرنجة التي أتت من كل حدب وصوب، إلا أنها لم تجد نفعا أمام قوة جيش الأشرف خليل بن قلاوون، الذي بدأ يدك المدينة ب92 منجنيقا. تخيل
الرعب الذي رافق الصليبيين في هذه اللحظات. 92 منجنيقا محيطين بالمدينة من كل مكان ويقصفونها بكرة وأصيلة. ربما قصفوا هذه المدينة أكثر مما قصف محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، وبدأت مجانيق المسلمين تفعل فعلها بالصليبيين، وبدأت النشاب والرماح والسهام تفعل فعلها كذلك. فكان المسلمون يرشقونهم بالنبال والسهام إضافة إلى المجانيق الحجرية والنارية. رعب خلع قلب الشجاع قبل الجبان، وهم يصيحون صيحاتنا المعروفة التي كانت وما زالت ترعب الكفار في كل مكان. وصيحوا في الوغى الله أكبر، تذل شحافل الكفر وتصغى. وكلما رموا بالمجانيق كبروا بأعلى أصواتهم، والرعب يتسلل إلى نفس العدو من التكبير والقصف على حد سواء. فكلمة الله أكبر تدب الرعب في قلبهم أكثر من القصف بحد عينه، فسلاح التكبير لا يملكه إلا المسلمون. لم يرضى الأشرف خليل بن قلاوون وهو ينظر بعينيه للصليبيين وهم يعيثون خرابا وفسادا في بلاد المسلمين. والأشرف خليل وهو يقف الآن على أسوار المدينة ينظر إليه وهي تدك من كل مكان، ويتذكر صلاح الدين ونور الدين وعماد الدين الذين قادوا كبار المعارك والدعوة والجهاد ضد الصليبيين في هذه المناطق. شرع المسلمون في حصار المدينة ورميها رميا متواصلا، حيث بذل الصليبيون جهدا كبيرا جبارا ومستميتا في الدفاع عن عكا. في هذه الأثناء تم إحداث عدة ثقوب في سور المدينة، وبما أن الصليبيين يسيطرون على البحر فبقيت المؤن تأتيهم بانتظام من قبرص، لكنهم افتقروا إلى الأسلحة، وحاولت الجاليات والهيئات الصليبية من الداوية والإسبتارية من شن هجمات ليلية على قوات حماة، إلا أنهم فشلوا نتيجة وعي المسلمين ويقظتهم وحرصهم، وقد تكبدوا خسائر جسيمة، فأدى فشل هجماتهم الليلية إلى ضعف الروح المعنوية لديهم، وشعروا باليأس والإحباط، وأدركوا أن ليس لديهم من العساكر ما يكفي للدفاع عن أسوار المدينة تجاه الأعداد الكبيرة الضخمة التي حشدها المسلمون، وأصبحت كفة النصر واضحة بيد المسلمين. في هذه الأثناء قدم الأمير هنري الثاني ملك قبرص إلى عكا، ومعه 200 من الفرسان و500 من المشاة وكميات كبيرة من المؤن والإمدادات. ففرح الصليبيون بقدومه وتشجعوا على الثبات والمقاومة، وحاول هنري الثاني التفاهم سلميا مع الأشرف خليل بن قلاوون، فوعد الأشرف الصليبيين بتأمين خروجهم من عكا بأموالهم إذا هم استسلموا. فأخفقت محاولة هنري الثاني لتوقيع معاهدة صلح مع الأشرف، فعزم على الدفاع عن عكا حتى النهاية. لذلك عاد هنري الثاني إلى قبرص بعد انحلال أمر الصليبيين وبعد تفرق كلمتهم، واستمر المسلمون في مهاجمة عكا، وركز المسلمون في هجماتهم على القلعة التي كان يدافع عنها الملك هنري الثاني، فانهار جدارها واحتلها المسلمون في اليوم التالي. ولكن رغم المقاومة العنيدة التي أبداها مقدم فرسان المعبد، إلا أن المسلمين اقتحموا مدينة عكا. استخدم المسلمون سلاحا يدويا صغيرا يطلق نيرانا كثيفة وسريعة، وقد أحدث هذا السلاح أضرارا كبيرة بالمقاتلين الصليبيين، وأصبح من الصعب عليهم التقدم نحو المهاجمين المسلمين. وتمكن المسلمون من إحداث أضرار كبيرة وبعض النقوب في الأجزاء الضعيفة من الأسوار، وأخذ الأمير سنجر الشجاعي ومقاتلوه على عاتقهم نقب سور برج جديد يسمى برج الملك، فقام الصليبيون بإشعال النار فيه وتركوه ينهار. والذي يتأمل في التاريخ يرى فيه العجائب، يرى أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين ظهر يوم الجمعة في يوم 17 من جماد الآخر في عام 578، واستولوا على ما بها من المسلمين وقتلوهم. فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح مرة أخرى في هذه السنة في يوم الجمعة في 17 من جماد الآخرة. بعد سقوط أسوار المدينة هرب الصليبيون مهزومين في المراكب والسفن، وتساقطت الأبراج المحصنة تدريجيا برجا برجا، وكانت الأبراج ضربا من الحصون داخل المدينة إلى أن سقط آخرها وهو برج الداوية. وبعد تحرير عكا من الصليبيين انتقم الأشرف من الصليبيين لغدرهم برجاله، وسمح لمن بقي بالانتقال إلى قبرص، وأرسل الأشرف أحد قادته إلى صور ليمنع الخارجين من عكا من الالتجاء إليها،
حتى لا يترك عكا ثم يتجه إلى صور كما فعلوا مع صلاح الدين. ولما فتح الملك الأشرف عكا مدحه الشعراء بقولهم: الحمد لله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى العربي. وإن استيلاء المسلمين على عكا كان بمثابة الضربة القاسية الختامية التي حلت بالصليبيين في بلاد الشام، بحيث لم يبقى لهم أي مقام في تلك البلاد، حيث أصبح فتح مدينة عكا مفتاحا لتحرير بقية مدن الساحل الشامي التي بقيت في أيدي الصليبيين، بحيث كان السلطان الأشرف خليل بن قلوان هو آخر بطل من المماليك في صفحات تاريخ الحروب الصليبية في بلاد الشام، وتوجه بعد فتح عكا إلى تصفية بقية الوجود الصليبي في بلاد الشام، فأرسل جيشا إلى صور وهي من أمنع المدن الساحلية فدخلتها القوات المملوكية، ثم توجه جيش مملوكي آخر لتحرير صيدا فتمكن من ذلك رغم محاولة فرسان المعبد بالدفاع عنها، ثم توجه المماليك إلى بيروت وفتحوها، ولم يلبث السلطان الأشرف أن فتح حيفا دون مقاومة تذكر وهدمها، وبذلك لم يبق للصليبيين بعد ذلك إلا أن طرطوس و عثليث، فتم تحريرهما سلما وذلك لعدم قدرة حاميتهما على الصمود، وتركا المدينة وارتحلا بعد ذلك، وبقيت جزيرة أرواد المقابلة للساحل الشرقي بأيديهم، فقد ظلوا يغيرون على السواحل بين الحين والآخر، مما أزعج نائب السلطان على الشام، فطلب معونة السلطان الناصر محمد بن قلوان، فجهز أسطولا وتوجه نحو الجزيرة، وفتحها وملكها وقتل من أهلها 500، وهذا سنتحدث عنه في فيديو محمد بن قلوان إن شاء الله. وبالقضاء على الصليبيين وبزوال الخطر المغولي عن الشام ومصر، أصبح لدولة المماليك مكانة كبيرة وعظيمة في السياسة الدولية، خاصة في عهد السلطان الناصر محمد بن قلوان. وبسقوط عكا انتهى الفصل الختامي في تاريخ الحروب الصليبية في بلاد الشام، ويعود الفضل في رأيي بعد الله عز وجل إلى عماد الدين ونور الدين الذين أشعلوا فتيل الجهاد في قلوبهم المسلمين. ومن ثم يعود الفضل إلى صلاح الدين والظاهر بيبرس والسلطان قطز وغيرهم من الأمراء والقادة. وبالطبع لا ننسى مصر التي قامت طوال عهد الحروب الصليبية بدور إيجابي فعال، ومما لا شك فيه أن هذا النصر العظيم قد أكسب الأشرف خليل ومماليكه مجدا وعطفا من ربوع العالم الإسلامي، وبذلك تكاملت الفتوحات واستعاد المسلمون جميع البلاد الساحلية، وختمت صفحة الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي بعد أن مضى عليها قرنان من الزمن، وساد الهدوء على امتداد الساحل الذي ظل أزمانا طويلة ميدانا لحروب متواصلة تركت آثارا سلبية. راية الإسلام فكر وأصول، وأصول من ذهب، هكذا الحق عظيم وجزول، هو نهر قد وهب. راية الإسلام تعلو ولها النصر كتب، نصرنا وعد إلهي إنما نحن سبب. راية الإسلام تعلو ولها النصر كتب، نصرنا وعد إلهي إنما نحن سبب، إنما نحن سبب. هاك قلبي ودمي ثم يبيدي، من إلى المجد سواك يا حنيني، هاك قلبي ودمي. نهاية الأشرف بن قلوان. على الرغم من النجاح الذي حققه الأشرف خليل بن قلوان والمتمثل بطرد الصليبيين من آخر معاقلهم في عكا وتطهير بقايا المدن في الساحل الشامي، إلا أن هذا الأمر لم يشفع له لدى كبار الأمراء الذين ازدادوا حنقا وغيرة منه لاستخفافه بهم، وخاصة بعد نجاحه في عكا، حيث راح يتمادى في كبريائه وتعاظمه عليهم حتى ضاقوا به ذرعا وأخذوا يفكرون في التخلص منه بشكل كلي. في عام 1293 ذهب السلطان في رحلة صيد وكان في صحبته وزيره ابن السلعوس ونائب سلطنته بيدرة، وطلب الأشرف من ابن السلعوس الذهاب إلى الإسكندرية لتحصيل العائدات. فلما وصل ابن السلعوس إلى الإسكندرية تبين له أن نواب الأمير بيدرة قد حصلوا العائدات قبل ذلك، فكتب للأشرف يعلمه بما فعله بيدرة. فلما بلغت الرسالة للأشرف غضب واستدعى بيدرة إلى دهليزه وراح يعنفه ويهدده في حضور الأمراء. وخرج بيدرة من دهليز الأشرف مضطربا خائفا، فجمع عددا من الأمراء من حاشيته ومنهم حسام الدين لاجين وقرى سوقر، واتفقوا على قتل السلطان الأشرف
وبعد ذلك بأيام، وبينما الأشرف يتجول مع صاحبه الأمير شهاب الدين أحمد، جاءه بدر والمتآمرون معه واغتالوه ضربا بسيوفهم إلى أن قتلوه. وبعد اغتيال الأشرف توجه المتآمرون إلى دهليز السلطان ونصبوا بدر سلطانا ولقبوه بالملك الأوحد أو الملك القاهر، ولكن بدر لم ينعم طويلا بسلطنته، حيث قبض عليه المماليك السلطانية بقيادة كتبغة وقتلوه وأرسلوا رأسه إلى القاهرة، وقبض على الأمراء المتآمرين وقتلوا بعد ذلك، وقبض على ابن السلعوس وحبس بالقاهرة وضرب إلى أن مات. وبعد موت الأشرف خليل اتفق الأمراء وعلى رأسهم سنجر الشجاعي على إخفاء الأمر لبعض الوقت وعلى تنصيب أخيه الصغير الناصر محمد سلطانا على البلاد والعباد، ومعه كتبغة نائبا للسلطنة والأمير الشجاعي وزيرا له. وكان الناصر محمد صبيا في نحو 9 من عمره، وهو الذي سنتحدث عنه في الفيديوهات القادمة. بعد ذلك دفن السلطان خليل بالضريح الذي أنشأه قرب مشهد السيدة نفيسة. حكم البلاد والعباد 3 سنوات كانت حافلة بالأمجاد العسكرية والانتصارات الساحقة، وقد كان ينوي تحرير البلاد من المغول تماما، فرحمه الله تعالى.